السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في قناتي وقناتكم مطبخ ميرامان، اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غنشارك معكم هذه الحليوه كتجي غزاله بمكونات بسيط من عجين واحد. ندوزوا ان شاء الله الرحمن الرحيم المقادير والطريقه لتطبيق هذه الحلوه اللي كتجي رائعه بزاف بزاف. كيف ما كتشوفوا هنا في المقادير عندي 125 غرام ديال الزبده، 3 ديال البيضات، واحد ياغورت طبيعي. وبالنسبه للعجين عندي هنايا الفيرميسيل حبيبات تقريبا واحد 3 المعالق كبار، 3 المعالق ديال الزنجبيل المحمر، وواحد 2 معالق ديال الحامض، ونص كاس ديال الزيت. بالنسبه للزنجبيل والحامض والفيرميسيل غادي نخليهم على جنب لانه غادي نسمو بهم كل كميه من العجين. وعندي قبصه ديال الملح والدقيق من طبيعه الحال على حسب العجين، وراه هنا نسيت ما حطيتش السكر، غادي نحطوه من بعد. غادي نستعملوا 2 كيسان ديال السكر لانه انا كنت كنوجد الفطور وفي نفس الوقت بيت نحضر هذه الحلوه، يعني شويه هذا سميتو نسيتو. من بعد عاد رانا غادي نوري لكم. انا غنحطوا اول حاجه هي غادي نديروا الزبده والسكر. بالنسبه لهاد المرحله الاولى كيف ما غادي تشوفوا ان شاء الله، غادي جميع هاد المكونات غادي نخلطهم، غنديرهم كاملين، الزبده مع 2 كيسان ديال السكر مع البيض مع الزيت مع القبصه ديال الملحه، غادي نطربهم ولا فاني من طبيعه الحال، غادي نطربهم كاملين بالطرب الكهربائي تقريبا واحد 5 ديال الدقائق غير تينسجموا لينا. يعني اللي ما عندوش طرب كهربائي يمكن ليه يستعمل غير اليد ديالو، انا كندير اغلبيه غير يدي، غير يوم حين كنزربانه شويه، داكشي علاش استعملت الطرب الكهربائي. غادي نخلطوا هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم حتى ينسجموا، يابخي عاد غادي نقسموا العجين وغادي نشوفوا كل عجين غادي نسموه. كيف ما قلت لكم واحد غادي نسموه بالحامض، وواحد غادي نسموه بالشوكولاته حبيبات، وواحد غادي نسموه بالزنجلان، الزنجلان اللي هو محمر لانه الزنجلان كمحمر كيعطينا واحد الكو زوين في العجين. صافي، وغادي ندوزو للتشكيل ديال الحلوه. حلوه اللي هي ساهله وحلوه اللي هي بسيطه في كيف ما قلت لكم في متناول تاع جميع، وكتعطيني كميه تبارك الله وصلى على النبي، كميه اللي هي زوينه تقريبا كتخرج ما يزيد على 100 حبه، كتخرج كميه اللي هي مهمه بزاف بزاف. كيف ما كتشوفوا هنايا غادي ناخذ الثلث ديال الخليط، يعني هاد الخليط هذا غادي نقسمه على 3. غادي ناخذ الثلث الاول، الثلث الاول غادي نسمو بالقشره ديال الحامض، وغادي ندير ليه الكميه ديال الدقيق اللي غادي تكفيه. هو ما غاديش يهز لينا الدقيق بزاف، يعني غيهز لينا تقريبا واحد 200 غرام ديال الدقيق بالنسبه لهاد الثلث هذا اللي غادي نديرو منه ان شاء الله الرحمن الرحيم حلوه ديال ريش بوند اللي كتجي لذيذه بزاف وغزاله ما شاء الله ما نقولش لكم عليها. دخلنا كيف ما كتشوفوا دخلنا العجين يرتاح في الثلاجه بما نوجدوا العجين الاخر. غادي نعاودوا ناخذوا الثلث ديال الخليط الثاني اللي غادي نسموه ان شاء الله الرحمن الرحيم بالزنجلان، اللي غادي نخدموا منه بالحلوه ديال بالطابع، كتجي حتى هي زوينه وكتجي فيها ديك التقرمشه ديال الزنجلان غزاله بزاف بزاف. حلوه اللي هي بسيطه بمكونات لهم بسيط وكتعطيك بلاطو غزال ما شاء الله. والشكل راه شفتوا الشكل في البدايه ديال الفيديو وشتو البلاطو كيفاش تبارك الله عاطي العين، كتجي حلوه. كيف ما شفتو العجين الثاني حتى هو غادي ندخلو الثلاجه يرتاح. غيبقى لنا الخليط الثالث اللي هو الثلث الباقي من الخليط، غادي نديرو ليه هذا الفيرميسيل ديال الشوكولا
بيتو تستعملوا الالوان تستعملوا، انا كيعجبني نستعمل غير هذا الاسود هذا، ما كنحبش هذوك اللي فيه دوك الملونات. وتا هو غادي نخلطو، غادي ندير انا غير نصف الكميه ديال الفيرميسيل، تخلط شويه العجين عاد عاود زيد الكميه الباقيه اللي باقا عندي وخلط العجين، تا هو غندخلو يرتاح في الثلاجه. ملي غنبداو الخدمه غادي نبداوها باول عجين دخلناه للثلاجه اللي هو العجين اللي غادي نخدمو به كيف ما كتشوفوا الحلوه ديال ريجبون. انا غنخليكم على الفيديو وغادي نخليكم مع الطريقه ديال كيفاش غنخدم انا كل حلوه بوحدها، ونتمنى يعجبكم لا فيديو ديالي، ونتمنى تطلقكم هذه الحلوه وتجربوها، حلوه اللي هي ناجحه وكيف ما شفتوا راه كلشي شفتوا على عينيكم، ما خبيت عليكم حتى شي حاجه، ولو درت المونتاج الفيديو راه ما خبيت حتى شي حاجه، كلشي بينته لكم لان وانا خدامه بالمصداقيه وبالثقه ديالكم فيا. اي حاجه درتها كنديرها الا وهي ناجحه، الحاجه اللي ما هيش ناجحه ما كنشاركهاش معكم. ونتمنى لكم عواشر مبروكه، ونتلاقاو ان شاء الله الرحمن الرحيم في الفيديو المقبل، ونخليكم مع الطريقه ديال الخدمه ديال الحلوه. وشكرا لكم بزاف بزاف. يحطوا لي بالنسبه لهذا الشكل هذا اللي بالطبع تاع الشهاده كيف ما كتشوفوا، غادي كنزينوا غير النصف ديالو بالشوكولاته الابيض. انا النصف الكميه غنزينها بالشوكولاته الابيض، ولكن النصف الكميه الاخرى غنزينها بالشوكولاته السوداء، وغادي نزينوهم بوريدات ديال هذا الورد. انتم ممكن لكم تزينوهم باش ما بغيتوا، انا اكتفيت بالورد، زينوهم بشويه ديال الورد، كيجيو الشكل ديالهم زوين وعاطي العين، واللوغو ديالهم حتى هو كيجي بنين ولذيذ بزاف كيف ما كتشوفوا. هاد النوعيه تاع الورد انا اللي درت وريضات صينين.
وبالنسبه اللي قلت لكم ريش بوند، انا غادي نزيدهم بالكونفيتور. كونفيتور شحال خطا قلت لكم الطريقه ديالي، انه كنطيبو مع السكر حتى كيرجع بحال الكراميل. هنا راه سخون باقي مازال، كنزيدهم باش يبقاو لاصقين باش ما يتفرقوش لي مع بعضياتهم. يا بخي عاد كن نديرهم في واحد شويه ديال الكونفيتور اللي مخفف فيه بشويه ديال الماء زهر، كنسخنهم شويه فوق بوطه، ومن بعديها كندهنهم بهم وندوزهم في الكوك كيف ما غادي تشوفوا في الصوره ان شاء الله. كيجيو زوينين لا مذاقا ولا في المنظر ديالهم. من بعد ما فينا لي غاطو ديالنا كاملين كيف ما كتشوفوا تبارك الله وصل عندي، طلعوا غزالين لا في الشكل ولا في المذاق، ما نقولش لكم عليه كي كيجي. وكيف ما شفتوا بمقادير لي اقتصاديه، ماشي شي حاجه اللي هي مكلفه. كيف ما شفتوا الشكل الثالث انا زيتو بهذوك العوينات في الكحل وفي البيض بالشوكولا. يمكن لكم ديروا ليهم لا كونفيتور اولا تخليهم غير هكاك حتى هكاك كيجيو لذاد بزاف. شكرا لكم وشكرا للدعم ديالكم، ونخليكم في هذا الفيديو ان شاء الله الرحمن الرحيم كي الجديد حلويات اللي هي اقتصاديه وفي المتناول ديال الجميع.